المحليات الأصيلة تابعناها مع حضراتكم أيها الحفل الكريم، وكانت تسوى عيسى بن هادي بن حمد بن خزام العامري هو من قدمها مع أول الأشواط بتوقيت المقدار 9:30. سلام زاخر سلام، ينطلق أول أشواط المهجنات الأصايل في هذه اللحظات مقدمة الشوط. والمركز الأول بلقى فنة، حمد بن راشد بن سلطان العرياني هو من يقدم فنة على مقدمة الشوط ومع المركز الأول في هذه اللحظات. ومن طول الغيبات يا بالغنايم يا العرياني اللي بعده مباشرة أتابع المركز الثاني في هذه اللحظات، تقدم وحضور وإثارة من خلال مخلابه مانع بن أحمد بن رحمة الشامسي احتلت المركز الثاني. المركز الثالث تقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات، تابع لي عطني رقمها اللي على المركز الثالث، اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات الرائعة والجميلة ما شاء الله. ركزوا على الأرقام يا أخوان شمام عوايد وعبد الله بن سعيد بن سلطان بالغميسة، الشامسي يأتي كذلك بدوره مع عوايد خاطفة للمركز الثالث. المركز الرابع تقدم في هذه اللحظات راهية وسيف بن فالح بن راشد الشامسي يقدم اللي هي راهية تحتل المركز أيضا الثالث. المركز الخامس ننتقل مباشرة مع خامس الأسماء في هذه اللحظات وبهذا التقدم الرائع والجميل، وتأتي كذلك تنطلق مشاهدنا الكرام في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر من خلال تواجد طواري علي بن محمد بن سعيد بن حسن الخاطري يقدم اللي هي طواري في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق على خامس الأسماء. 2 كيلومتر انتهت من عمر هذا الشوط مشاهد الكرام، 4 كيلومترات أيضا عن الوصول نحو خط النهاية. أتابع بعد المراكز الخمسة التي ذكرت بندا، ولكن أيضا أتابع بعد المراكز الخمسة سامي هناك أيضا حاضرة في هذه اللحظات، منطلقة بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع الرائع والجميل في هذه الإثارة وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذه هي الأسماء مشاهد الكرام، وهذه هي التحديات، وهذه هي الإبداعات مشاهدنا الكرام في هذا الانطلاق وبهذه التحديات الرائعة والجميلة مشاهد الكرام. 5 مراكز أيضا تقدمت وخمسة خلفها وخمسة بعدها، وهكذا أيضا يبلغ نصاب الشوط أيضا 21 مشارك، الكل يبحث عن الناموس. العرياني متصدر قائمة هذا الانطلاق على مقدمة الشوط مع المركز الأول على الصدارة وعلى المركز الأول، يقدم فنة على الصدارة وعلى المركز الأول وحاملة رقم 1 ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. هذا هو الصدف ويا محل الصدف أيضا في هذه الإثارة. حمد بن راهي بن سلطان العرياني من النجوم التي لمعت في عالم الأصالة، قدم الكثير والكثير من الإنجازات ما شاء الله. بينما نقلتنا ومتابعتنا تقدم مع اللي أيضا تأتي مخلابه في هذه اللحظات يقدمها مانع بن أحمد بن رحمة الشامسي تحتل المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. المركز الثالث راهية وسيف بن فالح بن راشد الشامسي يقدم راهية في هذا الانطلاق وبهذه التحديات الرائعة والجميلة. تابع لي المركز الرابع، شوف التقدم والحضور مع طواري والخاطري، يقدمها علي بن محمد بن سعيد الخاطري حاضرا مع طواري في هذه اللحظات وبهذه التحديات. اللي بعده خامس الأسماء، شوف التقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات ما شاء الله، حامل رقم 18، شوف التقدم وشوف الإبداع في هذه اللحظات وبهذه الإثارة من خلال تواجد الشاهنية. سالم بن محمد بن دعيفس الشامسي يقدم الشاهنية مع خامس الأسماء، دوران على اليمين وماذا يحصد الدوران؟ هذه الأصايل، هذه الشعارات التي أيضا لمعت مع ملاكها ولمعت أيضا بإنجازاتها الذهبية ما شاء الله. هكذا الإبداع وهكذا الانطلاق وهكذا التحدي وهكذا الإثارة. هذا هو سباقنا السابع وهذا هو شوطنا الثاني مع أول أشواط المهجنات الأصايل، انطلاق والأروع في هذا الصباح. ولكن العرياني
مسيطر كل السيطرة على مقدمة الشوطة مع المركز الأول من بداية الانطلاق إلى حتى هذه اللحظات، وهو مسيطر يقدم هذه الدلول اللي هي فنة مع المركز الأول، وهذه هي فنونك ليس غريبة عليك يا العرياني ما شاء الله. فنة على مقدمة الشوطة، حمد بن راشد بن سلطان العرياني حاضرا في هذه الإثارة وبهذا الانطلاق الرائع والجميل ما شاء الله. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع مشاهدنا الكرام، أتابع أيضا بن فالح حضر في هذا الانطلاق، قدم في صباح يوم الأمس أيضا أبداع أيضا مريع مشاهدنا الكرام، وكذلك مثير مع اللحظات الأخيرة. ترقبوا هذا الشعار مع المهرجانات القادمة وكذلك الختامية، سوف يكون له نصيب أيضا مشاركات تدريجيا أيضا في عالم الساحر، يقدم أيضا ما لديه أيضا مشاهد الكرام في هذا الإبداع وبهذا أيضا التحدي وفي هذه الرياضة. شكرا سيف بن فالح بن راشد الشامتي يتقدم حاضرا في هذه اللحظات، راعي سمحة يقدم هذه النوعية وهذا الإبداع والتحدي والإثارة. ياتي بن دعيفس على مستوى المركز الثالث يتقدم بدوره حاضرا في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق، ويتقدم بدوره مشاهد الكرام. ياتي مشاهدين الأعزاء اللي هي الشاهنية سالم بن محمد بن دعيفس الشامسي ينطلق بهذا الانطلاق وبهذا التحدي المثير والخطير. أراه غيرت موازين الشوطة، غيرت موازين الشوطة، الكيل والمتر الأخير والتحدي المثير في هذه اللحظات من بداية الانطلاق. يا سلامي وهي عينها على الناموس، هذه هي هراهية على مقدمة الشوطة مع المركز الأول، تنطلق بهذا الانطلاق وبهذه الإثارة المستمرة. هذه هي هراهية ما شاء الله، أبداع انطلاق شكل واندفاع مع اللحظات الأخيرة. يا سلامي عندما دخلت في الكيلو المتر الأخير قدمت مشاهدنا الكرام في هذه الإثارة ما شاء الله، قدمت عرض رائع جميل ممتاز للغاية ونوت وبدت بالاندفاع نحو خط النهاية ما شاء الله. هذه هي هراهية على مقدمة الشوط يقدمها سيف بن فالح بن راشد الشامسي، نص الكيلو المتر الأخير وزاخر، تحية لهم من قلب الحدث ما شاء الله مع هذه الدلول التي سوف ترونها مشاهدين الكرام عبر قناة ياس ودبي ريسينج، ما شاء الله سوف تنقل لكم صورة كذلك لمحبي هذا الشعار ومتابعي هذا أيضا الشعار، أشعار أيضا راعي سمحة. هذه هي راهية 200 المتر الأخيرة، والعصافة الأبطان يبدو أنها في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع بدون أوامر ولا شبه أوامر اطلاقا ما شاء الله. استراحة المحارب يا راعي سمحة ما شاء الله، هذه هي أيضا راهية على مقدمة الشوطة مع المركز الأول، تهانينا وناموس نبعثها لمالكها سيف بن فالح بن راشد الشامسي، فله التحية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني، شوف الدخول مع اللحظات الأخيرة والمفاجئ من خلال تواجد مثيرة محمد بن سالم الدربش العامري مكان ثالث أيضا انضمام، وتدخل مشاهد الكرام من خلال تواجد اللي هي الشاهنية سالم بن محمد بن دعيفس الشامس المركز الرابع، حاملة رقم 5 اللي هي أيضا الحذر محمد بن حمد بن محمد الكتبي، واللي بعده اللي رابع 10 اللي في المركز الرابع أيها الحفل الكريم مخلابة مانع بن أحمد بن حمد الشامسي، والمركز الخامس كان الوصول مع الحذر نعم ذكرناها محمد بن حمد بن محمد القتبي. هذه هي نتائجنا للمراكز الخمسة الأوائل، ساعة وصولها عبورها نحو خط النهاية 9 دقائق 23 نعم. تهانينا والناموس نبعث ثالي مالك أيضا راهية وسيب بن فالح بن راشد الشامسي، فلها التحية مع التوقيت الأفضل.